بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مدينة وتاريخ عنوان حلقتنا لهذا اليوم الموصل في العهد الجليلي ضيف حلقتنا الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة أستاذ الآثار الإسلامية المتمرس أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم أهلا بكم يا أهلا وسهلا أستاذ الكريم الحقيقة في لقاء سابق تحدثنا عن السيطرة العثمانية للموصل وبالتأكيد استمرت هذه السيطرة 1516 نعم ما. 1516 ولحين قيام الحكم الجليلي. طبعا بالتأكيد كان العثمانيون في تلك المرحلة يحكمون البلاد مع هامش كبير من الحريات والدليل أيضا قيام الحكم المحلي في أكثر من ولاية من ولايات أو عائلات العثمانية من بينها طبعا مدينة الموصل أرجو تسليط الضوء يعني الحقيقة عن الحكم الجليلي لأن يعني الحكم الجليلي عاد من الحكم أو أو العهود العثمانية التي أرخت بظلالها على جوانب كثيرة منها العمرانية والحضارية وما إلى ذلك دكتور أحمد أنت يعني أيضا اختصاصك عثماني. نعم. العثمانيين اعتمدوا سياستين. نعم. حسب الظروف والإمكانيات والنواحي الطبيعية، إما حكم مركزي. نعم. وحكم لا مركزي، يعني شاية. حكم ذاتي. قبل تقريبا قرنين هو حكم مركزي. بعدين لما اتسعت الأمور والرقعة الجغرافية وراوا بان بعض المناطق تكون مواليه لهم ومؤيده ومستقره يمنعوا حكما ذاتيا نقدر نقول حكم محلي ومن جملة طبعا مدينة الموصل أو اللواء الموصل باعتبار هو منطقة الموصل ومركز المدينة إذا نأتي إلى الجليليين عدة آراء وغير أنه شوية نوع من الغموض بالنسبة لي أصلا وما ما شابه ذلك لا نريد أن نخوض بهذا نعم. بل نستخلص أنهم فهم هم فعلا مسلمون ويطبقون التعاليم الإسلامية خاصة الجيل الأول منهم هذه واحدة واثنين وطنيون يحبون هذه المدينه ولا يميلون الى الغرباء. المهم نحن نعرف انه بدا الحكم المحلي الجليلي عندما انيطت ولايه الموصل الى اسماعيل بن عبد الجليل الجليلي وكان ذلك سنه ألف و526 اعتقد كما اعتقد هذا كله نعم في هذه الفتره <applause> 1726 للميلاد عفوا 1726 للميلاد ميلاديه لكن بقي سنه واحده وتوفي نعم <applause> <applause> بعده نجي انه ابنه الحاج حسين باشا الجليلي وكان له رجعة عقل ومقدره اداريه وشجاعة يعني مبرزة ومنشد إلى طبعا إلى الدولة العثمانية وإلى مصلحة الموصل فهذه العوامل كلها هي حقيقة اختمرت فجعلت واليا على الموصل وكان ذلك سنة 1730 إذا نأتي إلى هذه الشخصية من الناحية الإدارية تولى ولايه يعني ولايه كثير من المدن طبعاً. في بقاع الدوله العثمانيه العثمانيه سواء بالعراق او بالبلاد العربيه وحتى الاجنبيه منها صح. من جملتها مثلا كان والي على ماسيا الماشية. على ارض الروم صح. على وان على سيواس هذه يعني هذه كامثله على ذلك في البلاد العربية نوالياً واليا كان على حلب في العراق واليا على البصرة نعم على إدارة بغداد فإن هذه كلها إيش تدل؟ تدل على رجاحته ونجاحه في الإدارة نجاحا باهرا بحيث تولى ولاية هذه المناطق التي ذكرنا قسما منها نعم. لا نريد أن نطلب في ذلك نعم. بالإضافة إلى كما ذكرنا شجاعته شجاعته العسكرية ورجاحة عقله وبنفس الوقت إدارته للأمور فمن الناحية العسكرية نجد أن الصفويون حاولوا الاستيلاء على الموصل فأرسلوا قوة عسكرية بقيادة نرجس خان وكان تتألف حوالي من ثمانية, ثمانية آلاف مقاتل, نعم. مقاتل وجاءوا إلى الموصل وكان ذلك سنة 1732 نعم وتصدى لهم بمعية أخيه عبد الفتاح باشا لديه مراد ومحمد أمين وأولاد عمتي وأوقعوا هزيمة منكرة بهذه القوة حتى نرجس خان نفسه أنه قتل في هذه المعركة نعم. خر صريعا إذا هذه طبعا من الناحية العسكرية الناحية الأخرى أنه طوبال الصدر الأعظم نعم طوبال باشا طوبال أثمان, أثمان طوبال أثمان باشا عثمان باشا نعم لا نعم هذا أيضا دخل بمعركة مع الصفويين أو مع نادر الجماعة ال نعم, ن... نعم. انتم اللي تقول نوال وغيرها بالنسبه لهذا الأشياء. هو نادي القليخان كان يسمى فيه نعم اذا هذه تلاحظ دخل بمعركه ساعد ساعد انه طوبال عثمان باشا وكان هذه المساعده لها صح. دور كبير في نجاحه ايضا فك الحصار عن بغداد نعم نعم بعدين انه الصفويين انه حاصروا كركوك صح وبعدين منها الى الاربيل وراح يتجون الموصل نعم فايضا ساعد طوبال عثمان باشا بمعركه كركوك، لكن يظهر هذه المعركه انه كانت الهزيمه للجيش العثماني لان الصفويين كان قد اخذوا الحيطه في هذا الامر اخذوا عبره من معركه الذي صرع او قتل فيها نرجس خان تقريبا حتى طوبال باشا خرص صريعا سريعا في هذه المعركه لكن بمعجزه وبحكمه تمكن حسين باشا ان يسحب قوته الى الى نعم. الموصل وهذا يعني يعتبر شيء نعم. يعني, إنجاز يعني انجاز عسكري طبعا نعم. انجاز عسكري في هذه الظروف نعم. جاء الى الموصل طبعا نادر شاه بعد ما صير على باب كركوك وعمل السيف في رقابالية وسبي وقتل وما شابه ذلك وتجاهل اربيل وفعل ما فعل ارسل انذارا من اربيل انه ينذر الموصل يجب ان تستسلم بدون اي شرط نعم والا سيكون مصيركم مصير المصير الذي حق باربيل وكركوك صح وبسكانهما نعم حسين باشا الجليل حقيقه امر مشوره بينهما ما قضيه انه راي شخص فاجتمع مع وجهاء المدينة وعلماء الدين وذوي ذوي من ذوي رجاعة العقل والقادة العسكريين الذي طبعا يعتمد عليهم في أمام جامع الخضر جامع الأحمر والمجلس هو هو الجامع المجاهدي الذي ناضب ببنائه مجاهدين قيماز, قيماز. سنة 573 للهجرة وقال لهم هذه رسالة جاءتني من هذا وأمره يجب أن نتهاوب بالأمر بعدين الكل استقر الأمر قال مهما كان هذا ليس له عهود وينكل مثل ينكل بنا مثل ما نكل المول وقبله فإذا يجب أن ندافع نعم فأرسل رسالة له ومعروفة كلها شعار وغيره أنه نحن نقاتل وغيره ولن نكتب بهذا فالقام أنه أحكم الأسوار والثغرات التي موجودة والقلاع والأبراج وغيره وبنفس الوقت أهالي سانينا وحتى من المسيحيين جاءوا بأموالهم ومواشيهم وابناء حبوبهم وغلاتهم الزراعية ودخلوا المصر الاسواق وكانوا معا. تلاحم مع المسيحيين ولا الدفاع عن المدينه تمام. وطبعا كان ذلك سنة 1743 للميلاد وانتصر طبعا تسبا بعد وهي راح المعركة لكون أنه لها أهمية كبيرة وشوقية وانسهادة فنترك لها حلقة قادمة إن, شاء إن شاء الله, نعم الله. نفصل نعم. بما بكل ما يتعلق بهذه المعركة إذا دكتور يعني إذن الحقيقة إحنا فال... بهاي المرحلة نريد أن نتحدث عن جوانب أخرى يعني جوانب الحضارية جوانب المعمارية جوانب الإدارية نعم نعم من ناحية العمارية حقيقة هو كوالي أناط كثير من الأمور إلى ولده محمد أمين باشا الجليلي نعم من جملة بناء جامع الباتشا نعم. وهذا طبعا جامع الباشا ما لكونه بالجامع لتأدية نعم. الصلاة نعم. وإنه له يتعلق بمورفولوجية المدينة يعني اتجاه نعم. توسع المدينة نحو الجنوب الغربي وفعلا أنت تعرف أنه المباني الدينية عامل جذب للسكان كيت. وأنه وكذلك كذلك النواحي الخدمية يعني أسواق وغيرها كلها نعم. فإذاً هذا أيضاً كان لو دخل في مثل ما يقول توسع منطقة قراءة السراي باب السراي التي كانت خارج الأسوار في وهذا تلك الجامع نعم حقيقة كان له يعني مثل من الناحية الأمارية مهم جداً يعني لا أريد أن أفصل كثيراً لكن أنه التخطيط مشابه لتخطيط الجامع النوري نعم لأن أنه النوري قبل بناء الجامع النوري الجوامع والمساجد الإسلامية تتكون تخطيطا من نعم. صحن في الوسط مكشوف نعم تحيط أربعة أروقة أكبرها نعم. رواق القبلة نعم جامع النوري صار رواق القبلة تسع الصباح يتكون مصليين مصلى خلفي واسع نسميه نعم. شتوي نعم يتقدم مصلى صيفي وهذا ينفتح على صحن ببعض الاروقه والاقواس نعم هذا حقيقه اول ما تم في العهد العثماني قبل تولي الجليليين للولايه في الموصل نعم. اولاد عبد الجليل نعم. خليل وابراهيم باي واسماعيل باي اللي بنوا نهضوا ببناء صح جامع الاغوات صح في الجسر سنه 1114 لهجرة. للهجرة للهجرة هذا أنه كل هذا بنفس الوقت نشوف أنه هذا الجامع فيه كثير من الزخارف الهندسية لأن كان قبل حقيقة لكون في العهد العثماني لا يميلون إلى للتصاوير وغيرها من نعم. من منطلق كأنه بعض الأحاديث التي تتحفظ على التصوير كانت حل. ويعدون امتداد فأكثر... طبيعي للحكم الإسلامي دكتور نعم, نعم للدولة ف... الإسلامية اخذوا يكثرون من الزخارف نعم. النباتيه المحوره عن الطبيعه نعم. الذي يطلق عليها الان التجريد نعم ليش محوره عن الطبيعه؟ ايضا من منطلق ديني اسلامي نعم لان يريدون من جهه لا يضاه لا يضعه ما خلق الله، عدم مضاهات ما خلق الله فاذا حوروا هذه النباتات من صيغتها الطبيعية إلى صيغة زخرفية فيها ده. نعم نعم هذا خطأ يكون عدم عدم تقرير ما خلقه الله نعم نعم آه بنفس الوقت أكثر من هذه الزخرفة النباتية وهو اعتزاز بما خلق الله أكيد. لأن نبتة خلق الله أكيد فأكثر منها وأدخلوها في النواحي الزخرفية والفنية أكثر نعم. بالإضافة إلى أكثروا من بعض الزخارف الهندسية صح ومن جملة حتى النجمة النجمة السداسية صح. موجودة عندنا هذه قبل وقبل الصهيونية موجودة يا عنصر زخرفي هندسي عبارة نعم. عن مثلثين متساوي الساقين صح. هذا تعاشق بينهما متداخلين نعم الصهيونية حقيقة لأن ما عنده مرتكز حضاري نعم. فتحاول تبحث في القدس وفي البيت عن أمور لعلها تحظى بجزء من هيكل سليمان وما شابه ذلك نعم نعم كما انها مثل ما قلت تقلد تنسي كثير من الامور الفلكلوريه نعم. والشعبيه الفلسطينيه لا خاصه الملابس نعم. وما شابه ذلك نعم. 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 في مناسباتهم الدينيه نعم. وبنفس الوقت يعتبروها نجم داود داود ما عنده لا نجمه سداسية ولا ثمانيه لا لا لكن يعتقدون انه هذا المثلث الاول نعم القاعده الى الاعلى والراس الى الاسفل كانه كانوا قبل كانوا متميزين دوله يهود وما شابه نعم وكبى كبت الاقدار بهم فانحدروا الى الاسفل والان نشوف القاعده من الاسفل نعم. الى الاعلى الى ان سينهضون من جديد هذه ناحيه نعم. رمزيه نعم. نعم. نحن نجي الان نشوف كثير لما نشوف منابر ويرى عندنا جماعات ينكسروا يقولون نجمة نجم الداود ما نجم الداود لا داود لا يا أي. اخي ما نجم داود <applause> لا هذه نجي الى ناحيه اخرى الجوامع في ذلك الوقت لها اوقاف يعني يريد لها ادامه وصرف عليها على المدى البعيد نعم ما مثل الان نحن دبا نبني جامعا ونستجد من المصلين نعم. لما يخرجون من الصلاه نعم. فعمل وقف عليها حمام القمريه نعم نعم واللي بعدين نطلق عليها حمام العطارين لكونها تقع في, في منطقة العطارين في منطقة العطارين ولنا نحن كنا لما شباب وحتى صغار صغار مع ابائنا وبعدين لما كنا يعني انه حتى نسبح بها خاصه في ليالي العيد وغيرها ولو قام يعني حتى انا اتذكر يعني حدث بعض الامور نعم. نعم. كان قبل الذي الذي يقبل وزارة التربية نعم في دار المعلمين العالية أو كمعلم يعملون له أنه اختبار هل أن شخصيته تصلح لكي يكون مربي نعم. ناحية شخصية وناحية ذهنية وغيرها تمام فسألوا المرحوم علي أخي المرحوم علي علي قاسم نعم. نعم. قال أنا سألوني بالمقابلة الإنسان لما يدخل الحمام هل يكون مرتاح ومنشرح؟ او مقبوض النفس صغيرة نعم. نعم. او مت... مضايقة نعم. قال لهم لا يا مرتاح يقول سالوني سؤال اخر ما هو دليلك؟ نعم. قال نحن نريد انه انت تدخل بكلية علمية وغيره وكل الدنيا طمع. قال تذكرت انه لما كان نسبح نعم. واحد قد تفاحه صح والاخ ياكل له والآخر والاخ يطق قالوا هذول كلهم هذول موجودين بالحمام. معنا هذا مرتاحين لو نقول انا اعطوني 100% مقابله. اذا هاي تافهه. إيه. وحمام الصالحيه ايضا إيه. نهضوا دكتور ويركل. الحقيقه ارجو هاي من المعذرة. الناحيه العماريه والمعماريه. إيه. ارجو المعذره بالذهاب الى فاصل فاستميحكم عذرا مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي الكرام عودة جديدة فأهلا ومرحبا بكم ونحن في رحاب أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة أستاذ الآثار الإسلامية المتمرس أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم والسلام. الحقيقة قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع حقيقة غاية في الأهمية من تراث مدينة الموصل بودنا الاكثار من هذا وأيضا إطلاع مشاهدنا الكريم على هذه الحالات التي كان يمر بها الموصليون. ايضا في العهد الجليلي قبل ان تبوأ ولايه المدينه. نعم. اولاد عبد الجليل وكان عنده سبعه اولاد. نعم سبعه. من جنته انه خليل وابراهيم واسماعيل. نعم. لما نهضوا ببناء جامع الاغوات لان في ذلك الوقت اغا وليس با با اغا نعم نعم الاغوات في كان مخان يمرق نعم وابناء السوق تحت المناء ميدنا نعم لان عاده كما ذكرنا قبل قليل ان المباني الدينيه عمل جذب صح فاذا هاي مجرد أن بنى الجامع نشوف انه اسواق وخانات وغيرها وعاده مدينه الموصل مميزاتها أن مبانيها لها وظائف متعددة متعددة وكل مبنى يكمل نعم. وظيفة المبنى الآخر مثلا السوق نعم هل تبادل التجاري أكيد لكن هذول التجارة ايش يحتاجون؟ نعم. يحتاجون إلى استحمام صح فإذا موجود الحمامات الحمام نعم. يحتاج إلى خزن بضائع إذا نحتاج إلى الخانات. الخانات. أكيد، هي نعم. إذا هذه نسميها نعم. مباني خدمية. خدمية ملحقة. نعم. نعم. إذا هذه الحقيقة من ناحية العمارية وكثير يعني إذا نجي بعدها إذا نجي إلى الجليليين فيما بعد أنه ما بس الرجال نهضوا بالمباني صح. وإنما حتى النسوة. صح. كل منهن نهضت ب ونضرب مثال على هذا مثلا رابعة خاتون نعم رابعة جماعه الرابعة الذي ما بين شام سوق وأكسرش نعم, نعم أنا نعم ضرت به رابعة خاتون نعم سنة 1180 نعم للهجرة للهجرة نعم نعم ومع هذا يعني دكتور الحقيقة كان هناك أيضا تطور بالجانب التجاري يعني كانت تبادل نعم. تجاري يعني مدينه الموصل حصل لا هناك استقرار كبير نعم. على عهد الجليليين نعم. انا راي انه يعني مثل ما نقول ننتهي من الجوانب السياسيه الحكم بعدين يعني نجي الى الجوانب الحضاريه نعم. التي نعم. تتعلق نعم. نعم. بالنواحي الاقتصاديه بالنواحي الاداريه بالنواحي الدينيه غيرها نعم. كلها مثل ما يقول مميزه الحكم الجيل بالنواحي الصناعيه غيرها نحن نعرف انه الحكم جاء يعني الحكم المحلي خلال حوالي 110 سنوات يعني يعد حكم استقرار نعم. وضع استقرار امني ازدهار اقتصادي تجاري صناعي و النواحي الاخرى بالاضافه الى الناحيه الفكريه يعني نعم التدريس والعلوم التدريس المختلفه نعم بالتأكيد. كذلك النواحي يعني التراثية وغيرها أبناء المهنية الأصناف وال نعم نعم والمهن وغيرها أنه أيضا كان لها اهتمام حتى بعض ال بعض الفرق الدينية أيضا ظهرت في هذا العهد لكن على الرغم من هذا انتاب هذا العصر يعني بعد ما عبد الجليل مات أقول نعم العفو حسين باشا الجليل أحسين بعد ما نهض بهذه الاعمال نعم نعم وبهذه المواصفات مات مو موتا مفاجئا نعم فخلفوا في, في 1851 ميلاديه نعم خلفه بهذا الحكم هو نعم ابنه محمد امين باشا الجليلي نعم نعم حتى الدكتور يمكن حتى اكمل يعني جامع يعني الجامع تمام تم الحقيقه بدا به في حياه حسين باشا الجليلي الا انه لم يكمل هو اعرف انه امر ببناء آه نعم ما امر ببناء حسين باشا الجليلي لكن العمل نعم لكن نفذ نعم العمل والذي توفى قبل ما يكتمل فاستمر باكتماله انجز ولده اذن اللي نهض ببناء هو محمد امين باشا الجليلي صح لكن الذي امر ببناء وأحسن باشا الجليل رحمه الله نعم هذا الذي كله وبالتاكيد كان ايضا يعد احد الاركان الاساسيه مثل ما تفضل جنابكم كنا نتحدث عن الجانب السياسي انه حصل هناك استقرار سياسي كبير حصل هناك تطور ايضا في الجانب العسكري والقوة العسكريه والموصل كقاعده للدوله العثمانيه أه أه حتى الى جنوب أه هذه المنطقه الى الخليج العربي حقيقه حتى الذي اهلت نعم توليه الموصل للجليليين. نعم. اسباب كثيره اذا نتكلم بس على اسباب يراد لنا حلقات. اكيد. من جملتها كان الفتن الذي كانت وال... كانت الاجتماع إذا صارت يعني مثلا علي افندي المفتي. نعم. وقت ال... آ... ابراهيم باشا وغيره الوالي يعني. تمام. بعض الامور فاذا الدوله العثمانيه ارادت ان يكون مثل ما يقول هدوء في هذه المنطقه لتكون قاعده متقدمه. نعم. في الجيش. نعم. لان صفوية منه قوهم قاهرة لا بأس بها نعم, نعم فإذا وكانت الموصل ساحة لهذا الصراع إيه. ولهذا العثمانيين تركوا لها الحكم الذاتي نعم نعم مجرد أنه تموج الدولة العثمانية من الناحية المالية نعم الناحية العسكرية غيره وفعلا نعم الجليليون لم يقصروا في ذلك لأنه السبب لأنه فعلا قاعدة متقدمة بالنسبة لمحمد أمين باشا الجليلي أيضا يعتبر منه ولاة المشهورين نعم. يعني خاصة من الناحية العسكرية صح بالحرب الروسية نعم. العثمانية نعم منطقة بسافة ومالدافيا وغيرها صح. هذه كلها كان ذلك طبعا بسنة يمكن 1769 نعم هذه كان نبرد هذه الحرب أيه. يمكن الى 74 نعم. نعم نعم يعني حوالي خمس ووقع بالاسر نعم نعم لكن بعدين لما صار انه آه لان في هذه المعارك خسر ايضا العثمانيين كثير من القوتهم. صح قوتهم تمام معاهده كتشك نارتشي ما بين الدوله الروسيه نعم والعثمانيين وطلع نعم. اطلق صراع كثير من الاسرى واطلق صراع محمد امين باشا الجليلي باشا, جليل. باشا جليل. نعم وما نطلق لقب آخر وهو لن إلا له وهو الغازي. نعم نعم. ثم إنه الغازي محمد إنه غازي لقب يعني سمان. كبير جدا مثل ما أقول كلا. نعم نعم. وتولى الولاية الموصل، لكن الذي كان ياثر أنه كان عمه عمه عبد الفتاح نعم. له طموح وحقيقة مثل ما أقول كان بعض المطبات وغيره لأن هو كان له طموح. لتولي ولاية الموصل وهي بعد بالإضافة إلى أسباب أخرى الميراث والإقطاعيات وغيرها وانقسمت تقريبا إلى قسمين دكتور بس لا تسمح لي بهذا يعني نعم. بهذا الواقع اللي كانت تعيش الأسرة الجليلية الحقيقة الأسرة الجليلية منيحة الباشوية من زمن إسماعيل باشا الجليلي طبعا وبعدها حسين باشا الجليلي أيضا وعبد الفتاح ومحمد امين الا ان هناك قسم من الاسره الجليلة كان يسمون بالاغوات كما ذكرتم يعني الاسره الجليليه ايضا انقسمت الى قسمين قسم الاغوات وقسم الباشوات هذا مم. ايضا كان احد العوامل اللي اثرت في نهايه حكمهم بزوال حكم لا الطموح بالتاكيد نعم, نعم. صار انه قسمين نعم ودخلت معهم حتى الانكشارية نعم الانكشارية نعم مع هذا القسم يعني قسم جماعة الميدان نعم مع محمد أمين باشا الجليلي نعم وبعض الورطات معه وإن الانكشارية نعم جماعة باب العراق نعم مع عبد الفتاح صح مع عمه نعم وطبعا هذه الفرق وحتى يعني هذا أنه صار يعني مرة من المرات هذا الصراع دام 42 يوم صح انقتل به عدد من الاشخاص وجرحى كثير لكن منه بعد إذن انقذ ال الموقف الموقف لما رجع حسين باشا الجليلي نعم لما رجع الى هذا ورتب الامور وراد ان يحقق بالامر وراى بان اكثر الكل انه الذنب يقع على عبد الفتاح نعم. اخو عبد الفتاح لكن وفاة مفاجئة نعم. جاء بعد ابنه طبعا نعم. محمد أمين فاجئ نعم. هذا حقيقة راد يحتوي الموقف وحتى أصدر العفو عن كثير الذي كانوا ضده من جملة عمه نعم تمام لكن يظهر عمه أيضا بعد فترة أيضا أعاد الكرة يعني هذا علما أنه عبد الفتاح أيضا كان قوي صح. يعني تعرف انه كان انه على طرابلس. صح. وبنفس الوقت كان مثل ما نقول بالساحل السوري كان انه هذا وانه يرتب اموره ضد حكام طبعا مصر. دكتور يبدو انه الدوله العثمانيه قد اعتمدت على هذه الاسره. آه. بدليل انه حسين باشا الجليلي تولى ولايه الموصل ثمان مرات. وايضا تبوأ كثير من الوظائف الكبيره في الدوله 28 اذا يعني نجمع حكمه بس اهل تولى 28 سنه 28 سنه وثمان مرات هو تولى الحقيقه نعم. ايضا من الاسره كان من هناك من انيطت به اكثر من مهمه في الجانب الاداري او الجانب العسكري يعني هذا ايضا كان السمه المميزه لهذه الاسره فكان نعم. هناك اعتماد الدوله العثمانيه على هذه الاسره الموصليه نعم. الاصيله الكريمه نعم لكن انه عبد الفتاح حقيقه طرابلس يعني حقيقه ضرائب وغيره كان يعني حكمه حكم مثل ما يقول قوي يعني لن يكون رشيدا نعم الى حد فهذا جعل جعل حقيقه نفور من هذا الحكم الاهالي نعم. يتذمرون من نعم. هذه نعم واعتقد هو يمكن انه توفي ودفن في طرابلس صح نعم توفي ودفن في طرابلس مع هذا يعني اللي الاسره الحقيقه آه ماثر كبيره وايضا دور كبير في سواء في الجانب العلمي او آه عفوا في الجانب السياسي او في الجانب العسكري فضلا عن الجوانب إذا اردنا يعني الان يعني ندمج نعم عن هذه او نعرف بماثر هذه الاسره نقول اول شيء من ناحيه اداريه نعم اذا ناخذ مثلا حسين باشا الجليلي نعم ومحمد امين باشا الجليلي نعم, ابن نعم واخوه عبد الفتاح عبد الفتح نعم ويحيى باشا الجليلي نعم هذول من الاقوياء جدا بالاضافه نعم الى ولاة اخرين لكن اقل يعني قوه وغير كذا رجاحه كان لهم دور كبير نعم في جعل مدينه الموصل ما بس تكون قاعده عسكريه، قاعده حضاريه اكيد تاج حضاري نعم من جميع نعم النواحي نعم, نعم يعني الصناعات أصبحت لها يعني نعم. من ناحية الجودة، نعم. من التنوع وغيرها نعم. الصناعة قسم من المنسوجات. صح. وهي يعني خاصة النسيج بأنواعه. بالتأكيد يعني الموصل كانت عرفت و... بهذه الصناعة والى الوقت الحاضر نسميها أنه كلها أنه يشوف ليش أهل الموصل أكثر مهنهم كان قبل الحياكة. النسيج. ومدينة الموصل كانت مدينة الحقيقة حرفية مهنية. حتى ارتبطت بعض الامثال نعم. بالحياكه نعم. طبعا الامثال اما نتيجه تجارب نعم وتضغط ككلمات موجة تعبر عن شيء اكبر نعم. تجربه وقع بها الانسان او شيء رمزي دكتور الحقيقه موضوع الامثال حقيقه من المواضيع الجميله والشيقه وبالتاكيد المتلقي الموصلي يرنو الى هذا الى الامثال فالحقيقه نجعلها بعد الفاصل اذا سمحتم لنا مشاهدي الكرام فاصل قصير و... ونعود <applause> مشاهدينا الكرام عوده جديده في برنامجكم مدينه وتاريخ ولا في رحاب استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعه استاذ الاثار الاسلاميه المتمرس اهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم أه سيدي الكريم الحقيقه ايضا من جانب الثقافي او العلمي أه هي موضوع كما تفضلتم قبل قليل هو موضوع الامثال والامثال الموصليه الحقيقه نمت في هذه المرحله بودنا ان تعطي حيزا لهذا الموضوع لاطلاع مشاهدنا الكريم مع تقديرنا لجنابكم. حقيقه هذا الجانب من كله المدارس نعم والتجارب المدارس التي تنشا في مدينه الموصل الخاصه بمعيه الجوامع نعم لانه جامعة اذا ما فيه مدرسه مدرسه صح ولن تقتصر على النواحي الدينية فقط لا. وإنما النواحي التربوية صح وحتى امتدت إلى نواحي أخرى إذا هذا الشتاء نوع من الثقافة الاهتمام باللغة العربية على الرغم من هو حكم عثمان وغيره نعم القرآن نعم وأيضا نتيجة عنها أمثال وحكم تتعلق ببعض المهن ببعض التجارب انت ومن قلنا من جملتها انه الموصل انتمت بصناعة كثيره ومن جملتها صناعه النسيج صح وخاصه الموسلين الذي من العهد الاتابكي نعم من العهد الاتابكي لكن انه امتد الى العهد العثماني لكن سنوات الانحسار الحضاري المغول والجلائريين والخاليين نعم والغرق والنواب صار انحسار ظهر نعم. مره اخرى النسيج نعم فجميع كثير من بيوتات الموصل كانوا يشتغلون نعم. بالنسيج نعم. الجومة أول لماذا؟ هو نعم. أسباب هذا أول شيء هذا جوما يجعل في بيته ما صح. يحتاج إلى إيجار نعم نعم ما يحتاج إلى مواصلات في البيت نعم وبنفس الوقت حارس على بيته في بيته موجود يعني هاي كلها وكان قبل تلاحظ المهن وإلى عهد متأخر صح صح لما يستخدم الانسان يستخدم اليد بموازاته يستخدم اللسان مثلا البنا نعم البنا هو يده يشتغل ويصوت حجاره وكان وغيره. يتحدث مع نفسه آه يتحدث جيب حجر, حجر جيب كذا ماي كذا نعم ده. اكو ايضا هي الح... أحد الحاكه هاي الذي احد الامثله يقول الغير كله يفوتوا كله نعم وقلنا نحن الامثالين من نتيجه تجربه نعم. او شيء رمزي صح. وتكون بس يتعبر لها دلالاتها اكيد بيت احد احد البيوت على قارعة الطريق نعم وهو ايضا حيك نعم وامامه الجومه المكوك يودي ويجيبها والنغمه مالته حيلي تحتي حيلي تحتي حيلي تحتي بس نعم نعم اك واحد استر انتباهه قال هذا ايش عنده هو قال حي اللي كم وضاع ولي ايش ملك قارون تحته ايش حي تحته والله ده ايش عاد تحته ايه فهكذا قام يستر لما يراقبه من هذا خرج من البيت راسا هذا قلب أيه؟ قلب جاء جومي قشع جومي مكان قعدته تنكاي يعني صفيحة مثل ما الدهن الحالية نعم الآن نعم, إيه نعم وعليها مطيحة بس قلبة مش الصفيحة نصها ليرات مجيدين إيه نعم نعم بس <applause> اي نعم هذا اللي من جاء إيه الحيك إيه بس أنه التنكاية ما موجودة ويمكن كم ليرة كم وقعت لو نحن في هذا الوقت هذا أيضا يعبر على الإيمان في ذلك صح الوقت صح صح, صح صح لو في هذا الوقت نحن إما ينجلط إيه او يجن او يطلع من طريقه ويمكن انه يكفو كل شيء اللي يصير اي اكيد فلوس صعب راسا قال يا ربي انت اعطيته وانت اخذته أيه؟ يعني هذا دل على الايمان, الإيمان القوي نعم قوي في العرب وما نعم. نعم. قل لم نعم. تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يعني نعم. الفرق بين الاسلام والايمان نعم وجاء رجع الفلوس راحت اشغل كل شيء ما <applause> رجع رتب اموره قام يشتغل بالحياكه بعمله بس بدل النوم ما ظل شيء تحته نعم ما خلاها دنم لها بل ما كان حيلي تحتي ما خلاها دنم لها ما خلاها دنم لها هذاك هم كان يوشع عنه ردة ردة الفعل عند هذا الحيك نعم قال ها والله هذا يقول على التنكايه هاي صفيحه إيه. لو لو ما استعجلت وظلت كان اخذ تنكيه تنكيه كامله كامله نعم, نعم. ليش ليش إيه. نصها؟ ليش ما رجع خطن تنتلي؟ <applause> هذا زي جاء رجع جاء رجع كله كله الحقيقه كل شيء الفلوس كان رجع, رجع. اي نعم ما قال فلان بهذا وغيره كلها مش إيه. الاشياء الذي ما نزل ربي ما قال قال له والله يا ربي احمدك اول شيء تعب يمين إيه إيه نعم. ومزكاي اي نعم لكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. نعم. قام وضع الفلوس ماله في مكان امين. اخر نعم. وجاء رجع على الكو... على الجوم ايش يقول؟ اللي كله يفوتوا كله. <applause> اذا تلاحظ يعني نحن إيه. صار مثل يعني. ايه صارت فضرب ذلك مثلا غيره. نعم نعم. وكثير من الامور هذا ايش المثل؟ نعم. انه الانسان لما ينهض بعمل يجب ان يفكر ب... من جميع الجوانب. نعم نعم. إمكانيته العقلية المادية مدى نجاحه مدى خسارته ما راسا يجي وبعدين نتكون نعم هاي كثيرة أنه أمثال و هذه من الناحية الثقافية أيضا الأمثال والحكم نعم وغيرها وكلها دكتور الحقيقة أنا أيضا يحضرني بهذا الجانب هو كما معروف عن مدينة الموصل أنها مدينة متدينة وانها صوفيه الهوى نعم مع هذا يعني في بدايه في بدايه او الربع الاول من القرن الثامن عشر الميلادي يعني تحديدا نعم. بعد 1722 نعم. ظهر أدنى دعوات للحركة السلفية يعني اللي قام بها الشيخ أحمد بن الجولة وحصل أيضا نزاع وهذا النزاع أيضا امتد إلى هذا طبعًا. مرحلة الحكم الصير طبعاً فحصل خلافات حقيقة عقدية فكرية الحقيقة تم تجاوزها لكن هذا ايضا كان من هذا أثر التطور الفكري اللي كان موجود لدى اهل الموصل وايضا في يعني كعامل استقرار في العهد العثماني وتحديدا في عهد حكم الاسره الجليليه طبعا هذا هذا موجود نعم الناح الناحيه السلفيه وغيرها وكلها اكيد هذه موجوده ترك هذه تترك بصماتها على المجتمع نعم. سواء سلبا او ايجابا قبولا أو, نعم. نعم. او رفضا نعم. والى الوقت الظهر يعني كان قبل حتى الموشحات الدينيه نعم. احسن من ساتنا نحن عندنا علماء الدين مثلا بعضهم يقول لك هاي هذه الاغاني حرام نعم اذا لازم ما نغنيها كان قبل مدراء لهذه معالجتهم هذه الامور بعد نعم. نجح ما يجي يقول لا تغنون دكتور هو, كلام. دكتور هو دكتور هو العفو هو كلام نعم. فان كان الكلام لا غبار عليه دكتور نعم دكتور احمد اكو نعم. قسم منا نعم يعني يعتبروها رجال الدين وغيره نعم. غنه نعم. يعني ما تتعارض مع الدين او غيره بشكل او نعم. باخر فما يجون يخطبون يقول لك انه هاي حرام لا تغني، نعم. نعم. لا غير يغني. لا. نعم. يجي؟ يبعث مريديه في المجتمع. نعم. يقول لهم ابعثوا لي الاغاني هاي التي تسمعوها الاغاني اي نعم بكلماتها نعم وبلحنة بنوطتها بلحنة الايقاعي صح انت شايف شلون؟ فمثلا يعني عندنا هاي اغنية أه سعادكم الدوي دلال اي نعم حَبُّنَا الله لا تقولون سعادكم نعم. ما هاي اللي من جابوها ايش ينظمون موشحات نعم كلمات بنفس الايقاع نعم. نعم بنفس الايقاع نعم يا امه الهاشمي يا امه الهاشمي صلوا على الهادي طاوال وال صلوا تك على نفس النوطه نفس النوطه نعم. خاطر الشباب يعدل إيه. عن, عن الغناء نعم صلوا على نيا يا امه لا محمد على نبت الاراضي يا أمة الهاشمي صلوا على نية على محمد على نبت الاراضي يا. الأغنية الأخرى كان بلا بللهم خلي الحلوة تشبع نوم. نعم. هاي يعني بين الشباب وغيره. على ما أدري ليش هذول اللي ينشدون نفس على نفس النقطة النوطة نعم. الكلام بلا لوم بلا لوم خلال الحلوة ما مالوم قلبي مالوم أحرم نعم. دليل من النوم نعم. قلبي شاء غامج غامج صوابه نعم. كفوا عن اللوم يعني نفس الاذن إذا حتى الطريقة نعم. المعالجة بعض الأمور كان أحسن حتى من طريقتنا الآن نعم. نعم. كلها نجي لا صناعات المعدنيه نعم. واذا وقت متاخر سوق الصفارين الذي بدا بدا من عهد كتابك ومن عهد الحمداني نعم نعم اللي اشتهرت مدينة الموصل نعم بصناعة ال... الم... الصناعات المعدنية وفي علاقات سابقة قلنا لا يوجد متحف نعم. من متاحف العالم إيه والا تمام مثل ما قلت تحفة او اكثر من تحفة موجودة والابريق الموصلي موجود. والابريق الموصلي ايضا الابريق الموصلي الذي اللي, اللي سواه طلال طلال صفاوي تحيه لهذا العالم الحقيقي هذا انا بال... اول ما بال 1979 اول ما رحت على انجلترا نعم على المتحف البريطاني اول ما رحت شفت هذا ال... الابريق الابريق 60 سنتيمتر لشجاع بن منع الموصلي نعم نعم الذي هو كامل بس ال... مثل ما اقول يعني في حدود ال 60 سنتيمتر كان ارتفاع اي ايه ايه ما نجي على قياسات المهم انه ايه نعم دل على مدى, ايه مدى مثل ما اقول دقه الصناعات وغيرها اه دكتور الحقيقة كان الحديث معكم الصناعات الجلدية المختلفة نعم نعم أيضا والدباغة كانت من الصناعات المتطورة في مدينة الموصل وعندنا أسر كثيرة تحمل اسم الدباغ مثلا يعني هذا الحقيقه الكلام معكم وايضا كان جميل وشيق والحقيقه تعرضنا لكثير من الامور الحضاريه وايضا العلميه فضلا عن الجانب المعماري في هذه المرحله، الحقيقه هناك حدث جلل وحدث كبير حدث خلال عهد الاسره الجليليه الا وهو موضوع حصار نادر هذا الموضوع الحقيقة لأهميته آثرنا أن تكون له حلقة, حلقة خاصة حلقة خاصة أيضا يكون من جنابكم وأيضا هنا نوضح دور الموصليين الشجعان الأبطال وأيضا المشبعين بالإيمان مع قائدهم الفذ الحاج حسين باشا الجليلي رحمه الحقيقة الله. نطلب من جنابكم أن تكون حلقتنا القادمة بهذا الجانب ونشكركم جزيل شكرا واترك الكلمة الأخيرة لجلابكم حقيقة أنه كل هذه لما نأتي إلى التاريخ هو عبارة نعم. زمن وحوادث نعم. وأعمال وغيرها ونتاجات تكون ضمن هذا نعم. يعني وثالث من زمن وأرض وإنسان أكيد. أكيد. فناخذ من هذا عباره عن تجارب تجارب وعبر نعم ماضي حوادث هذا مضت نعم. هذه ايش ناخذ العبره منه ما نسكتها يعني مثل عابر القران تأخذ. الكريم الان نعم الله عز وجل لازم نتدبره ما بس نقرا مثل المحفوظات نعم نعم واذا تسال تسال تشوف انه كثير نص الكلمات ما يعرفوا معناها اكيد بس يحفظ المفروض انه نتدبر هذه الحوادث الآن ناخذ ما يفيدنا ونترك ما يضرنا فتكون نوع من العبر في هذه الحياه، هذه المدينه ولاده بهذه الامور وبتاريخها الذي طبعا نوهنا الى قسم منه نعم نعم فيجب ان نستفيد بالنسبه لهذا التاريخ وبنفس الوقت هذه المخلفات الاثريه ايضا نستفيد من التخطيط من الناحيه العماريه الفنيه الغيرة لان هذه المعمار درسها من جميع النواحي الموضع والاتجاه والفضاءات ووظيفه هذه الفضاءات وكيف تكمل تكمل بعضها البعض لا. الاخر ونتمنى لهذه المدينه التي رافقتها في الفتره الاخيره ظروف الاستثنائية نعم. 2014 إن شاء الله تنهض إلى إن ما شاء كانت عليه في السابقة وأكثر والإنسان يجب أن لا يفقد الأمل إن شاء الله. لا تيأسن إذا كبوت مرة نعم. إن النجاح حليف في كل متابعي ولا سيما هذا نعم. موجه للشباب الله يبارك فيك ويطيل لنا بعمرك ويفيدنا الله يبارك. يحفظهم ويشوفون الله أيام أحسن الله يبارك فيك يحفظك الله الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة أستاذ الآثار الإسلامية المتمرس شكرا جزيلا على هذا اللقاء أملينا أن نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله أما أنتم مشاهدينا أما أنتم مشاهدي الكرام فشكرا لإصغائكم نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته